أبي أنا لا هقدر أقعد في البيت ده ثانية واحدة ولا هقدر أعيش معاكوا زي الأول طول ما أنت وأبلة صابرين متخانقين مع بعض. بجد عاطف مش هتقدر؟ آه. طب ده شيء يسعدني على فكرة، أنا ممكن أقتل صابرين وأخلص. أنا بتكلم بجد يا أبي. عاطف الموضوع ده ما تتكلمش فيه تاني، أنا أصلاً سامحتك أنت بالعافية. أنا عايزك تسمعني بس يا أبي رضا، أنا كنت مع أبلة صابرين في الموضوع ده ثانية بثانية ولحظة بلحظة. اللي كانت بتقولي لما كنت بغني ما كنتش شايفة غير أبي رضا قدامي بس، زي ما كنت بتغني ليك أنت لوحدك. آه هي مش شايفة غيري بس الناس كلها شايفاها. ويفرق في ايه الناس؟ هو حد كان يقدر يكلمها؟ ده لما واحد حب يكلمها فتحت له دماغه. مين دي؟ صابرين؟ ايوه يا بيه انا شفتها بعيني. انا كنت ناوي اقول لك عشان بعد الجواز ما تزعلهاش احسن، دي ايدها طرشه، دي ست ب 100 راجل. شايف الكلام؟ بقول لك ايه يا حليمه انا مش ناقص. هتقول لي ايه؟ اذا كان الواد اللي لسه بيعرفها من كام يوم عرف معدنها وصعبان عليه، وانت اللي بقالك معاها سنين طلعت ولا كانك تعرفها خالص. والله البت دي خساره فيك. يوه وبعدين بقى؟ اسمعني بس يا ابي رضا، اللي بينك وبين قبل صابرين قصه حب كبيره، انتوا استحملتوا بعض حاجات كتير، انتوا عاملين زي القصص الاسطوريه العظيمه. اه قيس وليلى، عنتر وعبله، عاطف ونسمه. مين عاطف ونسمه؟ انا اختك. اسكت عاطف. حاضر يا ابي. ما قلتليش يا فهمي، انت ناوي تكمل دراسه فين؟ انا ان شاء الله يا فندم مترشح ان انا يعني اتعين في الكليه. بس ده مش كفايه، انت لازم تكمل دراسات بره. مامي فهمي مش ناوي يسافر بره. يبقى اكيد محضر عياده، انت مش عايز تضيع وقت صح؟ هو حضرتك يعني هو لسه شويه بدري على الخطوه دي يعني. نسمه بالراحه شويه، انت مش شايفه بتعملي ايه؟ انا اسفه يا فندم. بقول لك يا حبيبي، انت لو محتاج عياده انا عندي واحده زميلتي عندها عياده تجنن في وسط البلد، انا ممكن اكلمها لك. لو ما كانش المشوار بعيد على موني انا ما كنتش فوتت الفرصه دي. يا فندم انا قلت لحضرتك يعني الموضوع ده لسه بدري عليه شويه. مساج بقى في كعب رجلي لو سمحتي. حاضر. سوري يا فهمي، كنت بتقول ايه يا حبيبي؟ فهمي يا مامي مش ناوي يفتح عياده غير بعد ما يخلص الماجستير. امال هيعمل ايه لما يخلص؟ هشتغل حضرتك في المستشفى، ده بجانب اللي انا ان شاء الله هتعين يعني. بس ده مش كفايه يا حبيبي، انت لازم تدور على عياده. ان شاء الله. ما قلتليش بقى يا حبيبي، انت ليك اخوات ايه؟ ليه؟ ليه تلات اخوات يا ماما؟ والله ما شاء الله، لازم ينورونا مع والدتك ان شاء الله. اكيد يا فندم اكيد طبعا. قولي بقى هما اكبر منك ولا اصغر؟ انا عندي اخ واخت اكبر مني وفي فريد بقى الصغير. والكبير بيشتغل ايه؟ بيشتغل رضا يا مامي اخوه ممرض في مستشفى وشاطر جدا، وكان زمان في كليه الطب بس سابها لما باباه متوفى. واختك شغاله ايه روح؟ اختي انا خلصت يا هنا. برافو عليك يا نسمه، انت ممتازه. خدي يا حبيبتي. لا شكرا كتر خيرك. ده تيبس ليكي غير المحل خالص. خدي يا حبيبتي، وقبل ما تمشي عدي على المطبخ تاخدي غداكي. كتر خيرك يا هنا، ما انا مش جعانه. طب تحبي حد من السواقين يوصلك ولا تروحي مع فهمي؟ ايه يا مامي هتروحي مع فهمي ازاي يعني؟ عادي ما هم اخوات. هو انت ما تعرفيش ان نسمه تبقى اخت فهمي؟ فهمي استنى فهمي.
انا اعرف واحد بتاع كبده هايل، انا مجربه، اسمه ملك الكبده. مش ده بتاع كبده الحمير؟ ها؟ اخرس يا عاطف. حاضر حاضر. نمرتك يا فنانه. ثانيه واحده عشان انا مستنيه اللحظه دي بقالي كتير قوي. مفيش نمر تاني خلاص، صابرين مش هتغني تاني ابدا. ليه كده يا ماما؟ ليه؟ ليه كده ايه؟ انت مش عارفه انت عملتي ايه؟ لا مش عارفه، هي مش دي اخته ولا واحده لزقتها له من الشارع؟ لا بس انت احرجتيه. هو اللي مش واثق من نفسه. فهمي؟ فهمي مش كده خالص. ولما هو مش كده سكت ليه وبتكلمش؟ سامحه ليه تعمل حاجه هو رافضها؟ عشان ما كانش عنده حل تاني. ليه بقى ان شاء الله؟ اللي واثق من نفسه ومن اهله كان واقف وقال انها اخته، انت ليه عايزاني اقبل اهله اللي هو مستعر منهم؟ فهمي عمره ما استعر من اهله، بالعكس انا من ساعه ما عرفته هو بيقول ان هو من اسره بسيطه وفخور بيهم جدا. واللي فخور ده ما قالش على شغله اخته ليه؟ عشان ما جاتش مناسبه نتكلم عليها. انا عرفت شغل اخوه لانه طول الوقت بيحكي عنه، لكن اخته ما جبناش سيرتها اصلا. ده كلام بتبرر له بيه موقفه اللي واضح مش محتاج كلام. لا يا ماما، دي حقيقة البني آدم اللي جبتيها زقتيه هو واخته هنا وحطيتيهم في موقف محدش يستحمله. الموقف ده هيبقى حياتك بعد كده، وهم دول اللي هتعيشي في وسطهم وهيبقوا أهل ولادك. تخيلي موقفك كده وانت عند واحدة صاحبتك ويحصل نفس اللي حصل النهاردة، يا ترى وقتها هتعملي ايه؟ هتقولي دي أخت جوزك ولا هتسكتي زي فهمي؟ يا بنتي يا بنتي، الجواز مش واحد وواحدة بس، الجواز عيلة. في الخارجية لما بيختاروا سفير بيسألوا مين والده ومين والدته، مين أخته مين أخوه. هو جوزك لازم يكون كده. بس دي حياتي يا ماما مش سفارة، حياتي اللي أنا عايزاها تبقى مليانة حب مش شوية مظاهر. لو أنا بفكر في المظاهر كنت وافقت على شادي زي ما أنت عايزة، لكن أنا اخترت قلبي وهفضل مصممة على موقفي. حتى بعد اللي شفتيه وعرفتي؟ بالعكس بقى، اللي شفته ده كبر فهمي في عناية أكتر وخلاني احترمه أكتر وأكتر. عن إذنك. فهمي فهمي، انت زعلان مني؟ فضلك يا نسمه سيبيني لوحدي واخرجي بره دلوقتي. ليه يا فهمي؟ طب انا عملت ايه عشان كل ده بس؟ مش عارفه انت عملت ايه؟ ايه اللي وداك عند الناس دي يا نسمة؟ شغل والله العظيم شغل. وبعدين شغل ايه؟ شغل ايه يا نسمة؟ احنا مش اتفقنا بعد حوار عمك بقاش مروح للناس في البيوت؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا فهمي؟ شغلي عايز كده اعمل ايه؟ يبقى سيب الشغل اللي ما بيجيبش مروح غير قله القيمه ده. يعني ايه سيب الشغل؟ يعني انت اختنا وملزمه مننا، لو عايزه حاجه قولي يا ستي، بس بلاش الشغل ده. مالك يا واد شايل اختك كده ليه؟ وشغل ايه يعني امك اللي انت عايزها تسيب؟ انت يا واد كل يومين تيجي مقلوب علينا عشان خاطر المحروسه وتشوط في حد فينا؟ امنيه ملهاش دعوه بالموضوع ده يا ماما. ولما هي ملهاش دعوه يا اخوي بتعمل في اختك كده ليه؟ عشان اختي زلتني. لا يا عين امك، اللي زلك هو اللي حطك في الوضع ده وهو قاصد، اللي خلاك تشوف اختك بالشكل ده وهي ما عملتش حاجه غير شغلها، اللي حب يحسسك انك قليل عشان يكسرك ويخليك عامل زي ما انت كده دلوقتي. خلاص يا ماما خلاص. لا مش خلاص لسه، ما هو لازم يعرف كل حاجه. انت عارف ان ابو المحروسه هدد اخوك رضا وخلاه عايز يسيب المستشفى اللي قضى فيها سنين عشان خاطرك؟ وايه علاقه ابي رضا بابوها؟ ما ابوها يا اخويا طلع مدير المستشفى اللي اخوك بيشتغل فيها، يعني امها تذل اختك وابوها يهدد اخوك وانت بقى جاي زعلان عشانها قوي؟ دي ناس شايفاك قليل مستعرين منك ومن اهلك يا دكتور، اهلك اللي بيحبوك ويتمنوا لك الرضا ترضى، يبقى ده جزاتهم في الآخر. خلاص يا ماما خلاص كفاية كده. خلاص يا بنتي، الظاهر إنها ركبت ودلدلت رجليها، عليه العوض ومنه العوض. ممكن أفهم إيه اللي أنت عملتيه ده يا دكتورة؟ انت هتعمل زي بنتك اللي عملته ده عشانها؟ وكان لازمته ايه ده كله؟ ما انا مكلمك في التليفون وقلت لك ان انا كلمت اخوه وخلصت الموضوع. تفتكر واحد زي اخوه بالاخلاق اللي انت حكيت لي عليها هيسمع كلامك؟ غصب عنه كان هيسمع. انت بتضحك على نفسك يا مراد، الناس دي بالنسبه لهم بنتك لقيه صيده، بنت غنيه هتورث كل حاجه مش هيسيبوها بالسهل. فلنفترض اللي انت بتقوليه ده حقيقه، يبقى لازم نشغل عقلنا مش نديهم الفرصه.
اللي انت عملتيه ده هيخلي البنت تتعلق بيه اكتر، لانها هتحس انه مظلوم وضحيه. انا كشفته قدامها، واجهته بحقيقته اللي مخبيها، وعايزها تكتشفها بعد الجواز. يا دكتوره انت لعبت على المنطقه اللي انا حذرتك تقربي منها، لعبت على فقر الولد، ومش هي دي المشكله. ولعلمك لو كان اخوه ده انسان كويس انا كنت وقفت جنبها ووافقت. توافق على مين؟ ده بتقول ايه يا مراد؟ انا عمري ما حكمت على حد بفقره او غناه. لعلمك يا دكتوره اكبر الدكاتره في البلد دي من اسر بسيطه، انا واحد منهم. الفقر مش عيب يا دكتوره، لكن العيب اللي حضرتك عملتيه. انت ازاي بتكلمني كده؟ وانت ازاي تدوسي على قلب بنتك وتخليها تنهار بالشكل ده؟ ازاي تسمحي لنفسك تهيني ولد وبنت ممكن يكونوا غلابه ومش زي اخوهم خالص؟ ولما ممكن يكونوا غلابه وافقتني ليه؟ لان عشان دي بنتي الوحيده، ما اقدرش اخد الريسك ده، لازم اتعب وادور على احسن انسان مناسب ليها. عموما انا حاولت بطريقتي وانت حاولت بطريقتك، خلينا نشوف مين فينا طريقته اللي هتنجح. دي مش مباراه ولا سباق يا دكتوره، للاسف دي حياه بنتك الوحيده. مساء الخير يا فهم. مساء الخير يا بيه. بيه، هو انت ليه ما قلتليش ان بابا امنيه يبقى مدير المستشفى بتاعتك؟ وانت عرفت حليمه دي ما بتبلش في بقها فوله ابدا. انت خبيت عليها ليه يا بيه؟ ما حبيتش اكون سبب في مشكله تحصل بينك وبين امنيه. كنت تفضل ساكت حتى بعد ما يهددك يا ابني؟ ولا يهمك، انا اصلا كده كده كنت ناوي اسيب المستشفى عادي، يعني ممكن اشتغل في اي حته مش هتفرق معايا. انا اللي يفرق معايا انت فهمي، نفسي اشوفك مبسوط. انت مش اخويا، انت ابني. انا مش هسكت لهم على فكره، وهعرف اجيب لك حقك كويس. اوعى تعمل كده، اوعى تبقى فرقت ايه عنهم. انت عايز نسكت يا بيه بعد القلاعه عملوه معاك انت ونسمه؟ البت مش وحشه، البت بتحبك. انا قعدت واتكلمت معاها وهي مش ذنبها ان ابوها وامها بيفكروا بالشكل ده. ايوه يا بيه، بس انا من ساعه ماما ما قالت لي وانا قاعد بغلي من جوايا. حلو قوي، انا عايزك تغلي من جواك، بس عايزك تستغل الغليان ده في حاجه مفيده. اثبت لهم ان تفكيرهم غلط، وغل واجتهد وانجح وتعين في الجامعه، وبعد كده غل واجتهد اكتر لغايه ما تبقى احسن دكتور في مصر. ساعتها بس تبقى ردت لهم الألم صح. يعني ايه رجعت له بعد ما ضربك وهزاك قدام الناس؟ يعني كان المطلوب منه يعمل ايه بعد ما شافني بعمل كده من غير علمه؟ وانت كمان بتدافع عنه يا بت؟ طبعا، وقال لك بطلي الشغل. اكيد طبعا. يا سلام، وبعد ما الشقه هتجيبوه منين؟ لا ما تقلقيش، رضا اتصرف خلاص. استني هنا، وابوك اللي عايز فلوس قد كده جوه السجن هنعمل ايه فيه؟ والله زي ما كان هيتصرف قبل كده يبقى يتصرف دلوقتي. منين يا حسره؟ ما انت يا اختي عارفه البير وغطاه. على العموم يا جمالات انا مش هرمي ابويا، ولو ربنا هيقدرني عليه ان شاء الله هبقى اعمله. وانا هتصرف ازاي واصرف على البيت المفتوح ده منين؟ اه بقى هي الحكايه كده، انت ولا فارق معاكي شقه، ولا فارق معاكي ابويا، ولا فارق معاكي انا، ولا فارق معاكي اي حد غير نفسك والفرخه اللي بتبيض لك كل يوم 1000 جنيه، ومش مهم بقى هي بتحس بايه، ولا بيجرى فيها ايه، ولا بيحصل فيها ايه. كان بيحصل لك ايه يا حبيبتي؟ كنت بتروحي ساعه زمن تعدي 1000 جنيه وترجعي حد لاقي. طب ما دام انت شايفه الموضوع سهل قوي كده، ما تروحي انت تجربي. يا ريت يا اختي كان ينفع، ما كنتش قعدت دقيقه واحده في البيت المخروب ده. البيت المخروب ده؟ طب ما تستني شويه على كلمه المخروب دي، مش على طول كده يا جمالات. قصدك ايه يا صابرين؟ ما قصديش. تصبحي على خير عشان داخله نايم. ممكن اعرف بقى انت مختفي فين كل ده وما بتردش على تليفوناتي ليه؟ كنت محتاج افصل شويه. تفصل من مين يا فهمي؟ مين انا؟ افصل من كل حاجه يا امنيه. طب على الاقل رد عليا. يعني رد عليك عشان تقولي لي ايه؟ انا اسفه واللي حصل غصب عني. طب ما انا عارف. طب ولما انت عارف بتعمل معايا كده ليه؟ عشان الموضوع ما بقاش انا وانت بس، الموضوع بقى اكبر مني ومنك. ممكن ما تبقاش حساس قوي كده،
ولو على نسمة يا سيدي انا مستعدة اروح لحد عندها وابوس راسها كمان. طب وابي رضا هتعملي له ايه ده كمان؟ هتعوضيه على الوظيفه اللي باباكي هدده ان هو يرفضه منها لو انا وانت ما سبناش بعض؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بابا مستحيل يعمل كده. لا عمل، وابي رضا ما رضيش يقول لي، وانا عرفت بالصدفه يوم موضوع نسمة، يوميها بس فهمت كويس ان انا وانت ما ينفعش نكمل مع بعض، وان الوهم اللي احنا عايشين فيه ده لازم نفوق منه. انت بتقول ايه يا فهمي؟ بقول لك ان خلاص كفايه لحد كده، كفايه تهزيق وقله قيمه، احنا فعلا ما ينفعش نبقى مع بعض، كل واحد يعيش عيشه اهله. وبعد اذنك يا امنيه، اخر مره هتكلم معاكي فيها. وبعدين يا عاطف واخدني على فين؟ تعالي بس خلاص قربنا نوصل. هتوقعني، انا ما بحبش امشي مسحوبه كده. غمض عينك يلا عشان المفاجاه. عاطف لم نفسك، احنا في الشارع. هو اللي لم نفسي؟ دماغك راحت فين؟ غمض عينك يلا. اوه يا رب نخلص. لا 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 ايه؟ هو ايه اللي ايه؟ جايبك قدام محل وفتحه قدامك، هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ جايبني قدام حلاق، هتاخد لي دقني؟ وريني كده. لا مش محتاج، ثم ده مش حلاق، ده كوافير وبتاعنا. بتاعنا؟ ايوه، انا قررت اجر المحل ده عشان نشتغل فيه انا وانتي، ولا الحوجر حد. بجد يا عاطف؟ بجد يا نسمة. عارفة يا نسمة، الفضل كله يرجع لك انتي، بعد ربنا طبعا. انت خليتيني يبقى عندي طموح وفكر في مستقبلي، انت اهم حاجة في حياتي، وعشان كده انت عارفة قررت اسم المحل ده ايه؟ عاطف. بالظبط عاطف، مسيو عاطف لا شقر. نعم. ونسمة المزينة. ايه؟ قصدي نسمة المزينة. ما تشد حيلك يا ابني انت، وهو احنا نقضي اليوم كله في الشويتين دول. صباح الخير والهنا يا معلم. لما يا ابن الازاز الوسخه دي وغسلها. الله جرى ايه يا راج؟ مش بقول لك صباح الخير، ما ترد علي. ايه اللي جابك يا جمالات؟ مفيش، جابر كان قال لي اميل عليك كده في قرشين ويديهم لك لما يخرج من السجن. خلاص كان فيه خالص يا اختي. قصدك ايه يا معلم؟ قصدي ان انا كنت بدفع لكم الاول تحت حساب مهر صابرين، الموضوع اللي قلت لي اتصرفوا فيه. واحنا لسه عند اول. قولي انت تشتغليني، الموضوع ده كنت باكل منه زمان لما كنت فاكرك ناصحه وتعرفي تخلصي عليها، لكن دلوقتي البنت جات لك متطلقه وجاهزه ومتقشره 100% وما عرفتيش تعملي حاجه، جاي دلوقتي تكلميني بعد ما رجعت له. هو انت عرفت؟ عرفت، امال انت فاكره ايه؟ يا معلم انا بقول لك ايه، ما تاكليش دماغي، ما فيش فلوس. وقولي لجوزك ورد القرشين اللي عنده على داير مليم. ويردهم لك وهو في السجن ازاي بس يا معلم؟ مش قصتي، تبيع حتتين صيغه، تبيع حتتين عفش، ماليش فيه. كده وتهون عليك العشره يا معلم؟ يا اختي تهون. ويلا يا جمالات بقى اتكلي على الله لحسن تتاخري يا اختي. هتطردني يا معلم؟ استني كده لما اشوف. تصدقي بطردك. يبقى احنا كده عايزين ستة. بالظبط، والواحد بستين يبقى ستة في ستة باتنين وثمانين، وهيبقى معانا معانا ايه؟ معانا ايه؟ ستة ايه اللي باتنين وثمانين؟ ايه ده؟ امال ايه؟ اتنين وخمسين. اتنين وخمسين ايه؟ مش مكسوف من نفسك؟ على فكرة انا كوافير حريمي مش مدرس حساب. وهي دي محتاجة مدرس حساب؟ ده اي عيل في ابتدائي يعرفها. ستة في ستة بستة واربعين. ستة في ستة بكام يا فاشلة؟ بستة واربعين يا ابي. بستة واربعين يا ابي؟ وايه الثقة اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ والله العظيم انتوا هتجننوني. واحد يقول ب 82 والتانية تقول ب 46، انا مش فاهم انتوا هتفتحوا محل كوافير ازاي؟ ده محل كوافير يا ابي، ايه علاقته بالحساب؟ يا نهار اسود ومنيل، هو ايه اللي ايه علاقته بالحساب؟ يا ابني لازم يبقى في قسم للحسابات. حلو قوي، بقى مسكوا بقى قسم الحسابات ده، صح مش كده؟ والله انا حاسس ان انا اللي هلبس المحل ده في الاخر. لا ما تقولش كده، ده انت الخير والبركة، هو احنا لينا غيرك يا ابي؟ يا سلام. أنا بس اللي هيجنني، أنت إيه اللي خلاك تفكر تعمل محل كوافير هنا في الحارة؟ يعني نسمة مثلاً قبل ما تشتغل في كوافير تفتكر عمرها راحت كوافير؟ ولا عتبته مرة واحدة غير في المناسبات، والمناسبات إيه المهمة غير كده؟ انسى. لو أنا تفوتني حاجة زي كده، ما أنا مش هفتح حريمي بس، هفتح حريمي ورجالي، واتفقت مع كل رجالة الحارة إنهم يجوا يحلقوا عندي، وخصوصاً عم وطني. وفي كمان مفاجأة، طنط مرات عم وطني هتيجي تعمل عندنا مانيكير وباديكير. يا ابني طنط مرات عم وطني لما بتستحمى بنزفها في الحارة تحت.
والله العظيم. لا بس انت بسم الله ما شاء الله عليك، واضح انك مظبط نفسك وعامل دعايه. ها طبعا ده مشروع العمر اللي هيلمنا انا ونسومه. نسيم الكناري يا عزيز. هو قال 6 6 بكام؟ ما قالش. معقوله مدام امال؟ كويس انك لسه فاكر اسمي، ده انا قلت نسيت. اهلا وسهلا يا امال هاني، منوره الدنيا كلها. اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي. ايه يا رضا، هتفضل ساكت كده كتير؟ لا يا فندم، بس يعني زياره حضرتك كانت مفاجاه بالنسبه لي. اعمل ايه، انا مش عارفه اوصل لك. انا كلمت الدكتور عمرو كتير وقال لي انه بلغك، فقلت اجي بنفسي اشوف، ما بتردش عليا ليه؟ انا هرد عليك اقول لك ايه بس يا امال هاني. تقول لي عملت ايه في موضوع شريف؟ يعني شغال فيه. شغال فيه ولا نسيت ونسيت شريف؟ لا ينسى حضرتك ازاي؟ طب ده مالوش سيره غير الدكتور شريف. مش باين يا مدام. يا فندم الموضوع مش بالسهوله دي. انت عارف من الاول انه مش سهل وان المشوار صعب. لو انت مش قد الموضوع خلاص هات الشنطة وانا اتصرف. شنطة ايه يا فندم؟ الشنطة ما لقيناش فيها غير ايباد مقفول بباسورد وشوية ملفات بأسماء ناس مفيش أي دليل إدانة عليهم. شريف أخويا عمره ما قال حاجة من غير سبب، وبدام كان عايز يقولك على الشنطة يبقى ضروري فيها حاجة تفيدك. ممكن، بس أكيد اللي هيفيدني ده موجود جوه الايباد، وأنا معيش الباسورد وحضرتك كمان معكيش، وإلا كنت اديتهولي. لا طبعا مش معي. طب والملفات ما وصلتكش لأي حاجة؟ هي الحقيقة يعني الملفات كلها بأسماء ناس تقيلة قوي، أنا ما أقدرش حتى أعدي من جنبهم، فما بالك بقى أقرب وأعرف وأفهم. لا وكمان مطلوب مني أجيب عليهم دليل إدانة. يعني إيه؟ ده مش شريف أخويا راح هدر؟ لا هدر إيه بس يا فندم، ما تقوليش كده والله. الحكايه كلها بس ان من ساعه الحادثه بتاعه الدكتور شريف وانا الظروف عندي كلها متلخبطه، سواء هنا في البيت او في المستشفى مش ملاحق. انا ما اعرفش اخويا اختارك ليه، بس بدل ما اختارك عايزك تعرف كويس قوي ان دم شريف في رقبتك انت دلوقتي. عن اسمك. راحه فين بس يا امال هاني؟ مدام أمال، مدام أمال، بقولك بس احسن من قبل. لا يا عمي، لا يا عمي، لا ده يا ماشي. ولا يا ولا ولا بس انا ده هو، ولا بس انا ده هو. ايه ده، في ايه، مالكم بتضربوا بعض ليه؟ عشان الواد ده بيقول ان رونالدو بيلعب احسن من ميسي. وانت ليه يا حبيبي تعمل كده؟ ليه تقول ان رونالدك احسن من ميسي؟ يا ابله اسمه رونالدو، رونالدو. يا عم عرفنا انها حاجه بتاعته، بيعمل ايه ده بقى؟ يا ابله رونالدو ده يبقى لعيب كوره. لعيب كوره، والتاني ده بيهب بيه بقى ان شاء الله. لعيب برضه بس بيلعب في برشلونه، لكن رونالدو بيلعب في ريال مدريد. نهاركوا اسود، يعني هتنوطوا بعض عشان اتنين مش مصريين؟ يلا مصريين ايه، مصريين ايه. نهاركوا اسود، نهاركوا اسود ومنيل. امشي انت اهو، مصر اللي مش عاجباكوا دي، امشي امشي. وديني لو لقيتكم ماسكين في بعض تاني اللي عملكوا استدعاء ولي امر. يلا جري على البيت يلا. ايه يا حبيبتي مال قاعده كده ليه؟ هي ماما برضو لسه ما جاتش؟ لا لسه يا قبله. هي مالها بقت بتتاخر كتير كده ليه اليومين دول؟ اصلها كانت تعبانه قوي امبارح يا قبله. والله انا اول ما شفتها حسيت، وحتى قلت لها كمان. استني بقى اما نكلمها نشوفها فين. الو، ايوه انت مين؟ مش ده تليفون ام امال؟ ايوه طبعا انا اعرفها. انت مين؟ ايه مستشفى؟ مستشفى ايه؟
برضا عايز اتكلم معاك في موضوع. اسكت يا عاطف. لا مش هسكت، لان الكلام اللي عايز اقوله لك المره دي كلام مهم. ايه الجرأه اللي انت فيها دي؟ انا مش قلت اسكت، انا مش عايز اسمع اي كلام دلوقتي. الكلام اللي هحكيه لك ده مهم جدا، ده عن شكري غياتي. عن مين؟ شكري غياتي، الراجل اللي انا اسمه في الشنطه. اصل الراجل ده عاوز يجي يسهر في الكباريه اللي كانت بتغني فيه قبل صابرين. وانت عرفته منين؟ ها؟ اصل يعني ما انت يا عاطف عرفته منين؟ انت جاي تهنك دلوقتي؟ ما انا خايف اقول لك لحسن تهب فيا. لا قول، ما تخافش مش ههب فيك. اصل الراجل ده كان معجب بقبل صابرين، ولما عرف انها مدير اعمالها طلب انه يتعرف عليا. معجب بصابرين؟ معجب بس، ده كان بيرايل عليها. نعم يا اخويا. اهو شوف اهو اهو اديك هتضربني اهو. ما هو من كلامك يا عاطف يعني انت عايز تقول لي ان واحد معجب بمراتي واعمل ايه؟ ازغرط يعني؟ وهي سكسس ما فتحت له دماغه. هو ده الراجل اللي انت حكيت لي عنه؟ اه هو. مش كده وبس، ده هو اللي اتكلم كمان مستر زاهر انه رجعها الشغل. هي الحكايه كده؟ ما بقول لك لازم تسمع ليه. لو عايز تقرب من شكري غياتي مفيش قدامك غير ابله صابرين والنايت. الو ايه يا صابرين، خير؟ في ايه؟ مستشفى ايه؟ عندنا يعني؟ لا لا، خد انت البت وروحي، ما ينفعش البت تشوف امها في الظروف دي.